لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والبطون، سر التجلي الأعظم، أحمد الهداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد النجل الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية النبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل، وأدلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة منه وتعلقا فيه، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة الروية على من جعلته روية الأكوان وسر روحانيتنا، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم، واجعل هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من نور الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا جليل، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الجليل وعلى آله، الذي تجليت عليه بصفة الجلال فحليته بالهيبة والوقار، فلم يضره انسان الا اخذته رعده تحميه من سلطان جمال طلعته، فصار جلاله نقابا لجماله، فلا يختتم ناظره كما حدث لصاحب يوسف، ولا يتجرا عليه سفيه لكمال تواضعه، فصار الجلال حصنا احتمى فيه الجمال، توقيرا له من السفهاء واهل الجرأة، وحمايه لاصحابه من سلطان جماله، صلاه نجل بها قبر هذا النبي صاحب الجلال والجمال، فنحتمي بحماه ونسلك سبيله سبيل الرشاد، وتورثنا شيئا من جلاله يحمينا من تطاول اهل الجرأة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم، في ذاتك رفعة، وفي صفاتك جمالا، وفي افعالك عطاء وبذلا من قبل طلب الطالبين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الكريم وعلى آله، كريم الذات شرفا ورفعة، جميل الصفات خلقا وخلقا، دائم العطاء من خزائن رب العباد، وكيف لا وقد أرسل رحمة للعالمين، ففي كرمه كالسحاب المرسلة تعم كل العباد والبلاد والدواب، وهو للأكوان اليد العليا التي هي خير من اليد السفلى، فصار عائلا للأكوان من خزائن الكريم، ووجدك عائلا فأغنى، صلاة تورثنا كرما ورفعة في ذاتنا، وجمالا في صفاتنا وأخلاقنا، وعطاء لكل من سألنا ورجانا
حتى نسعى الناس بأخلاقنا إن لم نسعهم بأهوائنا. يا الله يا عزيز يا كريم، اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وأقل عثراتنا وعثرات المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وول علينا وعلى سائر بلاد المسلمين خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ووفق ولاة أمور البلاد لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين، ويسر لهم البطانة الصالحة والناصحة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز وجل لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري العربي الفقيه الحنبلي المفسر السوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين امين. بعد ان انتهينا من قسم البدايات وقسم الابواب، نبدا اليوم بقسم المعاملات. وكأن البدايات تؤهل نفسك من الأمارة إلى اللوامة، والأبواب ترقي النفس اللوامة إلى الكمالات. ومن كمال النفس ألا تتعامل مع الأكوان ولكن تتعامل مع الله. فباب المعاملات باب تعامل النفس مع الله، حيث أنه في البدايات انتبه وفي الأبواب ارتقى، فصار لا يتعامل مع الأكوان حيث أن علم أنها قائمة بالله، وأن لا ضر ولا نفع منها بذاتها، وأن الضر والنفع هو الله، فارتقى بذلك وكمل، فصار تعامله مع الله في الأكوان، وهو يتعامل مع الأكوان بالله ولله وفي الله، ليس محجوما بالأكوان عن المكون ولا ناظرا أن هناك نفع من الأكوان بذاتها، بل اعتماده كله على الله، فصارت معاملته لله، وبالتالي يرعى نفسه التي ارتقت حتى لا تتدنى وتعود مرة أخرى وتحجب بالأكوان عن المكون، فيدخل في باب الرعاية ويراقب نفسه على هذه الرعاية، ثم يراعي حرمة هذه الذات الأحدية التي احتجبت بالواحدية فظهرت التجليات، فلا يكشف سر الأحدية ويراعي حقوق الواحدية، فيدخل في باب الحرمة ويخلص في ذلك كله، فلا تشغله تعددات التجليات عن الواحد الأحد، ثم يهذب نفسه من رعوناتها حتى لا تظن أنها ما وصلت إليه وصلت بجهدها، بل وصلت بتوفيقه سبحانه وتعالى، ويستقيم على ذلك، قل آمنت بالله ثم استقم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوكل على الله أن يأخذ بالأسباب غير ملتفت إليها تعبدا، ويفوض الأمر لله، وثقة في الله مسلما لله، هذه هي المعاملات، فالمعاملات هي الرعاية والمراقبة والحرمة والإخلاص والتهذيب والاستقامة والتوكل والتفويض والثقة والتسليم. اليوم نتكلم على باب الرعاية وباب المراقبة. نسأل الله أن يوفقنا وييسر لنا الأمر ويحققنا بحقائق أهل الحرم ويسلم بنا مسالك أهل الجنة. باب الرعاية، قال الله عز وجل: فما رعوها حق رعايتها. وكأن الله عاب على من تعبد الله بعبادة ولم يرعيها حق رعايتها، أي لم يحسنها، فالرعاية هو إحسان العبادة. فما رعوها حق رعايتها، أي عاب عليهم ولام عليهم أنهم تعبدوا بعبادة لم يرعوها حق رعايتها. ولو كنت أنا أكتب هذا الباب كنت اخترت آية أخرى،
وهي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لأن هذه الآية جاءت على سبيل المدح، وفما رعوا حق رعايتها جاءت على سبيل الذم. ونحن في أبواب المعاملات نريد أن نتعامل معاملات تؤدينا إلى المدح إلى الذم. فكان في نظري أن الآية الأنسب التي يصدر بها الباب هي قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه الآية العجيبة تكررت في القرآن بنفس اللفظ في سورتين، سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، بنفس اللفظ. واللفظ لا يتكرر في القرآن اعتباطا ولكن تأكيدا لهذا المقام: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومعلوم أن الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض فأبت أن تحملها وحملها الإنسان هي أمانة عبادة الله واستخلافه في الأرض، فلا بد أن تراعي هذه الأمانة وتقوم بها بحق رعايتها. وإذا أردنا أن نصدر هذا الباب بحديث نبوي شريف يحثنا على هذا المقام، لقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان لا يكون إلا بإتقان ما تعمل، ولا تبطل ما تعمل إلا إذا راعيت ما تعمل، تفاصيله كلها تراعيه. فالرعاية لا تكون إلا بمراعاة التفاصيل الدقيقة، ظاهر العمل وباطنه، فيكون في ظاهره صحيحا مطابقا للسنة، وفي باطنه خالصا لله عز وجل بلا اعتماد عليه ولا إعجاب به. وبالتالي إنما كتب الإحسان على كل شيء، كتب الرعاية على كل شيء، لابد أن تراعيها وتصونها. فالرعاية هي الصيانة. أنت إذا كان عندك مثلا سيارة، رعاية الصيانة هي بصيانتها، تقوم بصيانتها تسمى ترعاها، مش كده برضه؟ فالرعاية هي الصيانة، والصيانة هي العناية، أي عينك عليها لا تغفل عنه. فإذا داومت ذلك انتقلت من الرعاية إلى المراقبة. وكأن المراقبة وهو الباب الذي بعد الرعاية هي ثمرة الرعاية. لأن الإنسان إذا راعى الأمر ودقق فيه وواظب على ذلك كان مراقبا لهذا. وهذا يدلك على أن هذه الأبواب مرتبة ترتيبا هاما لابد أن تراعيه وتفهمه. لأن الفهم قبل العمل، فلا بد أن تفهم. قال الله عز وجل: فما رعوا حق رعايتها. الرعاية يقول في تعريفها: صون بالعناية. صون يعني صيانة، والصيانة يعني منع أي عطب أو خلل يتطرق في المعاملة، بحيث تكون معاملتك بعيدة عن أي خلل أو خطأ أو عطب. هذا هو الصيانة. ولا تكون الصيانة إلا بكمال العناية، فلا بد أن تكون معتني. الله سبحانه وتعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أكثركم عناية بعمله، أكثركم صيانة لحاله حال وقت العمل. فلا بد أن تراعي العمل عندما تعمله، وتراعي حالك عند قيامك بالعمل، وتراعي سرك عند ثمرة العمل. فتحتاج أن تراعي كل هذه الأحوال: العمل والحال الذي يكون ثمرة للعمل، ثم بعد ذلك ترقي السر وهو ثمرة الحال التي تطرأ على الروح. فلذا يقول: الرعاية صوم بالعناية، وهي على ثلاث درجات. وأسماء الله التي تدلك على الرعاية هي: الوالي، الذي يوالي الخلق بالإحسان والرعاية والعناية. والموالاة معنى المتابعة باستمرار، يواليك أي يتابعك ويرعاك باستمرار. فإن كان الله كذا يواليك فلابد أن تواليه، فإن ولاك هو بالنعم فتوليه بالشكر، وإن ولاك بالابتلاء توليه بالرضا والصبر، وإن ولاك بالتكاليف الشرعية توليه بالطاعة.
وإن والاك بأن حجبك عن المحرمات توليه بأن تفطم نفسك عن الشهوات. فلا بد أن تعامل الله كما يعامل، فكما يوليك هو توليه هو. والله ولي الذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى أيضا له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجعل الله سبحانه وتعالى صفته صفة للعبد، وهو والي وأنت ولي. فانظر إلى هذه الكرامة، ولا تتأتى هذه الكرامة للعبد إلا بموالاة العناية والرعاية. فأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني يستمرون يتقون، جاءت بالإيه؟ بالمضارع، أي تجديد التقوى والرعاية والعناية في التقوى. الذين آمنوا في الماضي ثم بعد ذلك راعوا هذا الإيمان اللي في الماضي بمداومة التقوى ومداومة الرعاية والعناية. فإذا كنت على هذا تكون وليا لله. فلذا يقول وهي على ثلاث درجات، على ثلاث درجات. قلنا الدرجة الأولى لأهل الإسلام، والدرجة الثانية لأهل الإيمان، والدرجة الثالثة لأهل الإحسان. رعاية الأعمال، أهل الإسلام مشغولون بالأعمال، وأهل الإيمان مشغولون بالأحوال، وأهل الإحسان مشغولون بأداب الحضرة. يبقى كل في مقامه مشغول بما يناسب مرتبته. فالدرجة الأولى رعاية الأعمال، والدرجة الثانية رعاية الأحوال، والدرجة الثالثة رعاية الأوقات، لأن كل وقت له أدب. فرعاية الأوقات هي رعاية الأدب، الأدب والأوقات. فأولا الأدب في العمل، والأدب في الحال الذي يوصلك إلى أن تتعامل مع الله فتتأدب مع الله. فرعاية الأوقات، وكل وقت له أدب. فتبقى الأوقات هنا رعاية الآداب في تفاوت الأوقات، يعني كل حين، يعني كل وقت، يعني كل لحظة، كل نفس. فأما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحضيرها والقيام بها من غير نظر إليها، وإجراؤها مجرى العلم لا على التزين بها. توفيرها يعني ايه؟ توفيرها يعني تكثيرها، تكثر الطاعات، تجتهد في الطاعات. وفر شيء يعني تجتهد فيه لتحصيله. انت تقول توفر المال، يعني معناه تحصل عليه ولا تنفقه، فتجمعه ولا تبدده. يبقى توفير العمل اي تحصل عليه ولا تبدده. كيف تبدد العمل؟ ان تظلم الناس، تعمل الأعمال الصالحة ثم تظلم الناس. يأتي المسلم بأعمال صالحة كثيرة عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، يبقى لم يوفرها، لأنه عملها ثم أنفقها وبذرها لإيه؟ لرد الحقوق للناس. يبقى توفير العمل أن تفعله وتحافظ عليه فلا يضيع منك بسبب تعلق حقوق الآخرين فيه. واضح؟ هذه توفير العمل. وممكن نقول توقيرها. توقير الأعمال يعني تعظيم العمل، يعني تعمله بطريقة تعظم فيها الله. ولكن توفيرها أقرب في المعنى. بتحقيرها، كيف أحقرها؟ يعني أستصغرها، يعني كلما عملت عملا أستصغره. لأن لو عملت عبادات وظننت أنها كثيرة يدفعني، ظني فيها أنها كثيرة وكبيرة يدفعني إلى الكسل أن أعمل غيرها فأركن إليها. ولكن مهما اجتهدت ووفرت أعمالي وكثرتها إلا أني أستحقرها بجانب عظمة الله سبحانه وتعالى فأظن أنها قليلة. يبقى أستحقرها يعني أستقلها، مهما وفرتها فهي في جانب عظمة الله قليلة.
فلا اقول مثلا يعني زي بلغه العوام يقول لك يعني انا اعمل وانا هقطع نفسي، انا عملت اللي عليا وخلاص. مش في ناس تعمل كده؟ ده دليل ان هو ايه؟ استكثر العمل، فآل استكثار العمل الى الكسب. ونحن لسنا مع اهل الكسب، نحن مع اهل الاراده، اهل الهمه العاليه، اهل العزائم. فاهل العزائم كلما اجتهدوا استقلوا العمل. وانظر الى اجتهاد نبيك ما بعده اجتهاد. رغم ذلك كان يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. هكذا كان النبي مهما عمل عملا اذا قابله بعظمه مولاه استقله. فكان دافعا له الى ان يزيد في العمل. ولذا اقام الليل حتى تقطرت قدماه. فقيل له هون عليه، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال افلا اكون عبدا شكورا. يبقى توفر العمل يعني تستكثره، وفي نفس الوقت مع استكثاره والمحافظه عليه تستقله بجانب عظمه مولاك. ادي معنى رعايه الاعمال بتوفيرها، فتوفيرها بتحقيرها. ازاي توفرها تكثرها؟ انك انت تستقلها. كل ما تحس ان مالك قليل تبقى عايز تحط عليه مال تاني، وانت مالك مع الله وعمله. فاهم؟ اي انسان ما يحس ان هو ماله قليل يعمل يجتهد اكثر في العمل ولا ينفق هذا المال علشان هو يريد ان يكثره. فانت معاملتك مع الله ليست بالمال ولكن بالاعمال. فتوفرها وتستقلها كلما وفرتها، فيكون دافعا لك في دوام الاجتهاد. والقيام بها من غير نظر اليه، ويقوم بهذه الاعمال غير معتمد عليه، بل لا يتذكره. يعني يبقى بيعمل العمل ومجتهد فيه وبيحسنه وشايف نفسه انه برضه مقصر. والعجيب ان النبي ربنا على هذه التربيه واحنا مش واخدين بالنا. خير عمل يؤديه الانسان في الاسلام ايه؟ الصلاه. مفيش اعلى من الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بعد ما تسلم من الصلاه تعمل ايه؟ تستغفر. لانك ما زلت مقصر. انت مقصر وانت في العباده، فما بالك وانت في غيرها. فهمت بقى المعنى؟ ولذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد كل عباده. ليه؟ لأنك تعبد ولا تنظر للعبادة، لأنها مهما فعلت فهي أدنى من إيه؟ من المعبود. فهي ما زالت معلولة. فهم؟ وبالتالي تقوم بها وتحسنها ولا تنظر إليها بدليل الاستغفار بعدها. على سنة نبينا، شوف ربك سبحانه وتعالى يقول إيه؟ بعد الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة ناموا ولا أن تذكروا الله. واخد بالك؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. طب وبعد كده: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. الله بتنتقل من ذكر لذكر لذكر لذكر. شفت ازاي؟ بعد ما قال لنا صلاة الخوف واحنا بنجاهد في الله وبنصلي لله عبادة مركبة على عبادة، يقوم يقول لنا ايه؟ فإذا قضيتم الصلاة على هذه الهيئة فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني على كل أحوالكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة على الوجه المعتاد. شفت ازاي؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طب والحج عبادة عظيمة أوي، مفيش أعظم من عبادة الحج. يوم ربنا يقول لنا في الحج ايه؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. شوف قد ايه؟ يعني بعد حتى منسك الحج ما تقولش أنا حجيت بقى الحمد لله كفاية عليا كده أروح أنام. لا. ده إذا فقضيتم مناسككم فاذكروا الله، يعني كل عبادة تسلمك إلى عبادة بعدها. لماذا؟ لأنك تستقل ما قدمت بجانب عظمة مولاك. فلا تكتفي بعبادة وتنام، بل العبادة تدفعك لعبادة.
وكل عبادة تدفعك لعبادة، فليس عندك وقت تلتفت للعبادات السابقة وتعتمد عليها. فهمت بقى؟ وعشان كده الملتفت للعبادة معتمد عليها، والمعتمد على غير الله يزل وتحبط العبادة. إذا اعتمدت على العبادة تحبط. وعشان كده تلاقي إيه؟ تلاقي أهل الرعاية مجتهدين في الأعمال وشاعرين بالتقصير فيها، فهمت ازاي؟ في نفس الوقت عندما يقوم بها غير ناظرين اليها، بل ناظرين لفضل الله، وقلوبهم واجله مخافه الا يقبل الله، فاذا انتهوا منها يستغفروا الله كحال اهل الذنوب. يعني اهل الطاعات الذنب بعد الذنب تعمل ايه؟ تستغفر الله، وبعد الطاعة تستغفر الله. شفت قد ايه؟ لأن أهل الرعاية يرى نفسه مقصرا حال الطاعة، كما يكون أهل المعاصي يرون أنفسهم مقصرين حال المعصية. لأن أنت هنا في حال المعاملات ارتقيت، إنما أهل المعاصي لسه لم يرتقوا ولم يسلكوا مثل هذه الأبواب، ولم يذوقوا حلاوة هذه الأحوال ولا الترقيات. وبالتالي القيام بها من غير نظر إليها. المصريين يقولوا إيه؟ اعمل الخير وتميل بحر. يعني إنسان مش تقعد بقى تقابل ربك تقول أنا حجيت كذا حجة وأنا بنيت كم جامع وربيت كم يتيم. قال لك انت رايح له بقى وفاكر الرصيد بتاعك كله، واعرف ان كل ما تبقى العباده متذكره يبقى لم ترفع الى الله. لو رفعت تنساها، لو رفعت وقبلت تنساها، طول ما انت متذكرها اعرف انها لم ترتفع عن راسك. فهمت بقى؟ طول ما انت متذكر العباده اعرف انها غير مقبوله، لان الذي يقبله الله يرفعه. في الأمم السابقة كانوا يجمعوا الغنائم، إذا قبلها الله تنزل نار من السماء تبلعها، خلاص يبقى روحك قبلت عند الله. فهمت إزاي؟ في الأمم السابقة كان النظام كده، يعني العمل الصالح يرفع ولا يوجد له أثر في الدنيا، وأنت من الدنيا، فلو كان له أثر في نفسك فاعلم أنه لم يرفع. فهمت يا أستاذ؟ فلابد، عشان كده المصريين لما تعلموا على مشايخ الأزرق، ومشايخ الأزرق كلهم كانوا صوفيين، يقولوا ايه؟ اعمل الخير وارميه البحر. يعني ما تنتظرش ان هو هينبض منه حاجه خلاص في الدنيا. انا مش منتظر حاجه في الدنيا. وعشان كده لما يجي يعمل خير في انسان، ويجي الانسان ده يقابل الخير ده بالشر، ما يلوموش. ما يقولوش ده انا عملت فيك وعملت فيك وعملت فيك. فهمت خالص؟ ليه؟ لانه ده هو ناسي عمل. ناسي انه عمل فيه اصلا. انما طول ما انت فاكر انك عملت وعملت والناس ما بيتمرش فيها، تعرف انك انت اللي ما بيتمرش. لان الانسان يفكر بما في نفسه. فلو انت شايف الناس ما بيتمرش فيها، يبقى انت الناس اللي ما بيتمرش فيها. لان الانسان يرى مرآته في صور الناس. فان كنت خيرا ترى الخير في الناس، وان كنت سيئا ترى السوء في الناس. فعامل الناس على انهم مرايا، اذا وجدت فيهم قبيح فالقبح فيه لا فيهم. فالعين الكامله لا ترى الا الكمال، والعين الناقصه لا ترى الا النقص. وعشان كده الاولياء يقول لك ايه؟ ليس في الامكان ابدع مما كان. لان ايه؟ لما كملوا راوا الكمال فلم يروا نقص، فما اعترضوش على حاجه، بل ايه؟ وجدوا ان كل شيء على اكمل حال، ما يقدرش يغير في احكام الله، سواء احكام كونيه او احكام شرعيه. ليس في الامكان ابدع مما كان. واللي يعرف هذه النظره هي نظره اهل الكمال. انما اللي ايه؟ اللي مش اللي معترض، الاعتراض علامه انه يرى النقص، والذي يرى النقص هو الناقص. فكمل نفسك ترى الأشياء كاملة. بقدر نقصك بقدر رؤيتك نقص الناس.
اسلوب الامام الشافعي كان يقول ايه؟ وعينيك ان ابدت اليك كما ايه؟ وعينيك ان ابدت اليك مساويه فقل يا عين للناس اعين. كده برضه. يعني لو انت شايف عيوب الناس فانت برضه الناس شايفه فيك العيوب. فيبقى العيب فيك. لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. كلام الامام الشافعي. فهمت؟ وعينيك ان ابدت اليك مساويه فقل يا عين للناس اعين. عشان كده ادي معنى والقيام بها من غير نظر اليها واجراؤها يعني تعمل العمل تجريه يعني تقوم به. كويس؟ مجرى العلم لا على التزين بها. تعملها على مقتضى العلم الشرعي بحيث ان تكون موافقه للشرع الشريف. مش بتعبد ربنا على هواك. بتعبد الله على ميزان الشرع. فاهم؟ تصلي تصلي على ميزان الشرع. تتوضأ تتوضأ على ميزان الشرع. تنفق مالك تنفق مالك على ميزان الشرع. تتكسب مال تتكسبه على ميزان الشرع. تتكلم تتكلم على ميزان الشرع. تسكت تسكت على ميزان الشرع. يعني تأكل تأكل على ميزان الشرع. تشرب تشرب على ميزان الشرع. لا على هواك. فهم؟ يبقى كل أعمالك تكون موزونة بميزان الشرع الشريف. ولا يكون لك ذلك إلا إذا كان عندك قسط من علم الشرع الشريف. فلا بد أن تكون محصلا لقسط من العلم الشرعي الشريف في سائر جوانب حياتك. وإلا تعبد الله بهواك وعلى هواك. وتختار من العبادات التي توافق طبعك. فتعبد وتقوى نفسك عليك لأنك تعبد لنفسك لا لله. لكن ميزان الشرع يخرجك من اختيارك إلى اختيار الشارع. يجي وقت الصلاة وأنت في الوقت ده عايز تنام. الشرع يقول لك قوم صلي ونفسك تقول لك نام. لازم تمشي على ميزان الشرع مش على ميزان الشهوة. تقوم ايه؟ تجاهد وتقوم تصلي. ما تقولش ما هي واجب موسع. قالوا لنا كده في الازهر واجب موسع. يعني ممكن اصليها كمان ساعة ما يجراش حاجة. وتروح نايم. ما ينفعش. ليه؟ لأن أفضل الوقت الصلاة لوقتها. أدي ميزان الشرع. وعلى شكرا قالوا إيه؟ إن أول الوقت فضل الله. مش كده؟ وآخر الوقت عفو الله. وعفو الله يقتضي التقصير. فيبقى كل عبادة لها وقتها، تؤديها في وقتها مش وقت ما تهوى أن تفعلها أنت. لا وقت أن طلبها الشارع منك. فهمت بقى؟ آدي على مقتضى العلم الشرعي الشريف. مش تعبد على مزاجك لما يجيلي مزاجي أقوم أصلي. لما يجيلي مزاجي بقوم أصوم. لما يجيلي مزاجي بقرأ قرآن. ما ينفعش مزاج إيه يا أستاذ؟ أنت بتعبد مزاجك ولا بتعبد الله؟ فاهم؟ آدي معنى على مقتضى الشرع. فالشرع ألزمك بعبادات في أوقات معينة ليأخذك من اختيارك إلى اختيارك. يربيك على هذا. يبقى الناس نايمة وتعبانة. يجي أذان الفجر الصلاة خير من النوم. تروح أنت تشد اللحاف وتجاوب النوم. تبقى أنت بتعبد ربك إيه؟ على مقتضى رغباتك. لا على مقتضى مراد الشارع منك. الشارع الوقت بيقول لك الصلاة خير من النوم. أنت فعلك بتقول إيه؟ النوم خير من الصلاة. يبقى أنت عبادتك مش ماشية على وفق الشرع الشريف. وقس على ذلك كل العبادات. قس على ذلك كل المعاملات. ربنا يقول لك إذا جهل عليك جهول أعرض عن الجاهلين. وأنت لو واحد جهول شتمك اشتمه بدل الشتمة 10. يبقى أنت مش ماشي على مقتضى الشرع ولا على مقتضى العلم. أنت بتقول اللي يشتمني اشتمه والشرع بيقول لك اللي يشتمك أعرض عنه. مش كده برضه؟ أعمل أنا إيه طيب؟ أنت ماشي على هواك ولا ماشي على مقتضى الشرع؟ فلا بد في أعمالك توزنها على مقتضى الشرع الشريف. واضح؟
نفسك تقول لك اللي يسيء إلي أسيء إليه، والشرع يقول لك اللي يسيء إليك تحسن إليه. يدرؤون إيه؟ بالحسنة السيئة. يعني أنت تقابل السيئة من الناس بالحسنة، تحسن إلى من أساء إليه. الشرع بيقول لك كده، والعلم بيقول لك كده، ونفسك تقول لك لا، اللي يضربنا اضربه، واللي استكردنا استكردنا، واللي يشتمنا اشتمه، واللي يرشني بالمية أرشه بالدم. يبقى أنت كده مش ماشي على مقتضى الشرع الشرعي. فهمت بقى؟ يبقى كده أنت بعيد قوي، لسه لم تذق مثل هذه الأحوال. والعجيب إنك أنت لما تشوف سيرة نبيك، قرة عينك، حياة روحك، كلنا بنحب النبي. حب الأمة للنبي دي معجزة عجيبة. تلاقي حتى العصاة، أئمة العصاة في الأمة اللي هم يحبوا النبي دايبين في النبي. والأولياء دايبين في النبي، الصالحين والطالحين، كل أمة النبي تحب النبي، حب عجيب، معجزة كده. قهر الله سبحانه وتعالى قلوب العباد على محبة هذا النبي. حتى اللي ما آمنش بنبوته يحبه كإنسان كامل. حتى اللي ما آمنوش بنبوته كانوا يحبوا كماله، ويحبوا حكمته، ويحبوا حلمه، ويحبوا كرمه صلى الله عليه وسلم. شفت النبي عمل ايه لمن اساء اليه؟ اذهبوا وانتم الطلقاء. مش ده اللي عمله؟ لا تثريب عليكم اليوم. شوف سيدنا يوسف عمل ايه في اخواته؟ لا تثريب عليكم، هو ده حل اهل الكمال. وانت لو اخوك بس خد منك ايراد ارض تمرمطه على المحاكم. ايه ارض؟ ما ياخدها. ما تتنفس من اجل دنيا. فين؟ الدنيا فانية. النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر. ترك الديار بتاعه وهاجر صلى الله عليه وسلم. عقيل بن ابي طالب اخو سيدنا علي الكبير ما كانش اسلم. جعل ديار النبي كلها وباعها وخد فلوسها بيه. بعد ما النبي هاجر. النبي لما جه فتح مكة مش لاقي بيت يقعد فيه ومفيش فنادق، بدور على بيت مين؟ بيت عمه ابي طالب، كانت قاعده فيه اخت سيدنا علي ام هانم، فقعد عندها. فبيسالوه قبل ما يروح لبيت ام هانم هيقعد فين؟ بيقولوا له حتى ايه؟ اين تذهب غدا يا رسول الله؟ بتقيم فين يعني في مكه؟ قال فهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هو عقيل ساب لنا بيت نقعد فيه وخلاص بس. وقابل عقيل ولا كلمه ولا قال له هات الاموال اللي انت اخذتها وبعتها عشان اشتري بدل، ولا حاجه خالص. ودخل عقيل في الاسلام وبقى حاجه تانية، ولم يلوم النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. شفت النبي جميل ازاي؟ امتى تبقى جميل زي نبيه؟ امتى تبقى اخلاقك راقيه زي نبيه؟ عشان كده كان اللي يتعامل مع النبي يدخل في دين الله يا اخواتي، وانت اللي بيتعامل معاك بيخرج من دين الله يا اخواتي بسبب سوء الخلق. فهمت ازاي؟ فادي المساله. فلازم ناخد بالنا من المعاني دي، لان دي معاني احنا مفتقدينها في زماننا، في التعامل مع الجيران، في التعامل مع الاقارب، في التعامل مع الاهل، في التعامل مع اصدقاء المهنه الواحده. يعني تلاقي تنافس غير شريف في الحياه. فاحنا عايزين بقى نخلص من الحكايه. اذا كنت ترتقي وتريد ان ترتقي ابواب الكمال. واجراؤها مجرى العلم لا على التزين به. يبقى ربك سبحانه وتعالى لما يدي لك نعمه بيدي لك نعمه، تاخد النعمه دي على مقتضى العلم الشرعي. العلم الشرعي بيقول لك ايه؟ اذا اخذت النعمه تحسن كما احسن الله اليك. احسن كما احسن الله اليك فتنفق منه. ادالك اموال تنفق من مالك في وجوه الخير. مش تخليه ارصده بقى وتحتكر السوق وترفع الاسعار على الناس وتتكبر وتتكبر. لا، احسن كما احسن الله اليك. ولا تبغي الفساد في الارض بالاحتكار. مش كده برضه؟ الكلام ده ايه؟ موجه لرجال الاعمال وللتجار اللي افسدوا الحياه علينا خلوا الناس تزداد فقرا وهم يزدادوا غنى. ليه؟ لازم يتعلم.
يبقى كل عمل ونشاط تعمله في حياتك تشوف الشرع ايه آداب الشرع فيه وتمشي على آداب الشرع، يبقى تجري الأعمال على ايه؟ وإجراؤها مجرى العلم لا على التزين به. يبقى لازم تكون على مجرى العلم مش على مجرى الهوى. فهمت بقى المسألة؟ ده في ناس بتعبد ربها للهوى مش على مجرى العلم، لمجرد الهوى. فنسأل الله السلامة. بيحب الرئاسة وهو ربنا ما ادالوش السلطة، يقوم يسيطر على المسجد اللي جنب بيته ويأم الناس بالعدل. يبقى هو رايح المسجد، ده مش رايح المسجد علشان يعبد ربنا، ده رايح المسجد علشان يسيطر، علشان يشعر بالرئاسة، عشان يبقى إمام للناس كده. هو عايز الناس تسمع كلامه فيقف يقول الله أكبر، يقول الله أكبر ولا بيسمعوا كلامه. ده يبقى بشهوة نفسه، يبقى هو بيأم الناس لشهوة نفسه. قال أنت عندك أدب الإمامة؟ هل بتقرأ القرآن القراءة الصحيحة؟ هل أنت محبوب من الناس بحيث أن هم يأموك يقبلونك إمام؟ لأن من أما الناس وهم لهم مبغضين يبقى صلاته إيه؟ صلاته لا ترفع عن رأسه. فهمت ازاي؟ ففي ناس كده يعني إن لم يجد إنه له سلطة دنيوية يقوم يعبد ربه عشان يبقى ليه سلطة دينية. تصور بقى، يبقى عبادة ربه لتحصيل السلطة الدينية. وأسوأ شيء السلطة الدينية، أسوأ من السلطة الدنيوية. فهمت بقى؟ أسوأ شيء هي السلطة الدينية. وإحنا عارفين أعضاء مجلس الشعب كانوا زمان في الفترات اللي فاتت قبل الانتخابات يواظبوا على الصلاة في الجوامع عشان أهل الحي وأهل الدايرة يعرفوه ويقولوا عليه الناس صالحين. يوم ما يجي يترشح تديله صوتك تقول ده راجل كويس، ده كان بيصلي معانا. يبقى هو جاي الصلاة قرب إيه؟ قرب الانتخابات. ده كان بعضهم يطلع زكاة ماله قبل الانتخابات. ليه؟ علشان يضمن اصوات اهل الدايره. يوزع على ده فلوس ويوزع على ده فلوس ويحسبها من زكاه ماله، وزكاه ماله كانت واجبه عليه من شهرين ثلاثه. يقول لك انا اما اخليها بقى يبقى ايه؟ اضرب عصفورين بحجر. يبقى بيعبد وبيطلع الزكاه ويريد بها دنيا، ولا يريد. خد بقى، مش على مقتضى الشهوة، على مقتضى الشهوه والنفس الاماره. فلا بد ان يبقى عملك لله خالص. واضح؟ وقس على ذلك. انت بتطلب العلم في الازهر ليه؟ اسال نفسك عشان تبقى عالم كبير كده ويشار اليك بالمنام وتبقى راجل ازهري كده وعلم ما شاء الله والناس تقول عليك مش عارف ايه، ولا علشان تعبد الله وتكون ناصح للامه. صلح نيتك عشان ربنا يبارك لك في الوقت. انت دخلت كليه الطب علشان تفتح عياده وتتحكم في الناس وتلم الاموال بسبب امراض الناس، ولا علشان تنصح للناس وعشان تكون مشفق على الناس وتعينهم على ايه؟ على مواجهه الام امراضهم، ان لم تستطع انك انت تكون سببا في شفاء على الاقل تخففها. لا، ده في ناس بتتعلم الطب ويمارسوه بحيث يبقوا هم مع المريض جزء من المرض نفسه. وكذلك في الهندسة، انت تعلمت الهندسة ليه؟ عشان تعمر في البلاد ولا علشان تزور في المباني وتعمل فيها وتغش والمباني تتبني على غير ايه؟ الرخص. الرخصة، مقتضى الرخصة ده اتفاق عهد بينك وبين الحي انك انت ما ترتفعش في البناء عن كذا علشان المرافق تتحمل الايه؟ استهلاك الاشياء دي. يوم هو ياخد الرخصة بخمس أدوار يطلع عشر أدوار، يوم يرهق المرافق والمواسير المجاري تطفح والكهرباء تتقطع. ليه؟ لأن الأسلاك الممدة ممدة لقوة معينة وعدد معين على مقتضى الرخص، والرخصة دي عهد بينك وبين الحي. فاهم؟ وربنا بيقول الذين هم لأمانتهم وعدين راعون. لكن أنت لا، ده أنت بتعمل الرخصة طعم وبعد كده تخالف في البناء علشان تجمع حطام الدنيا وبعدين اللي تكسبه تروح تحج بيه. ما شاء الله، ما شاء الله على الحجه دي. حجه جميله، جميله في نظرك
لكن ليس في نظر حق، لأن بنى عليها ضرر للناس، لا ضرر ولا ضرار. كل في مجاله يراعي ربه على مقتضى العلم الشرعي. الزارع بيزرع وبيرش بعض المبيدات، المفروض لما يرش المبيدات دي لا يقطف الزرع إلا بعد فترة معينة يكون استهلك المبيد، وإلا لو قطعها قبل هذه الفترة تبقى مسممة. يقوم هو يرش ويقطعها قبل الفترة المسموح بيها عشان تبقى غالية في السوق وما يهموش اللي ياكلها يتسمم. مش ده اللي بيحصل؟ كل في مجاله يراقب ربه ويبقى عمله على مقتضى الشرع الشريف. فهمت بقى؟ دي نقطة مهمة. يعني شوف، وإجراؤها يعني إجراء الأعمال التي تريد أن تلقى الله بها مجرى العلم، يعني على مقتضى مجرى العلم الشرعي الشريف، لا على مجرى الأهواء والحرص على الدنيا وجمع الحطام، لا على التزين بها لجمع الحطام، عشان يشوف فلان أغنى واحد في البلد دي مين، وأكثر واحد عنده أرض مين، ومين شيخ بندر التجار اللي في المناصب. هو عايز يبقى هو الأول في كل مجال. ده أنت بتتزين بها. خد بالك، كل اللي بنقوله ده المرتبة الأولى في الرعاية، ده المرتبة الأولى في الرعاية، اللي هي بيراعي العمل، لسه قاعد بيراقب العمل. أمال إمتى بقى تراقب قلبك حال العمل؟ وإمتى تراقب ربك مع العمل وبعد العمل؟ لسه قدامك خطوات، قدامك خطوات كثيرة. وأما رعاية الأحوال، اللي هم الأحوال دي حال أهل القلوب، فهو أن يعد الاجتهاد مراءاة. كلما اجتهد في العبادة حاسس إن بيعملها كده بيرائي بها ويتباهى بها، حتى ولو صلى في مكان مظلم لا يرى أحد، حتى بيرائي نفسه. شوف، حتى غيران على الله من نفسه. فهمت ازاي؟ وصل الى هذه الحاله ان هو يعتبر اجتهاده، كما تكلمنا قبل ذلك وراعى كل ما قلناه وفوق ذلك، يعتبر ان اجتهاده ده كله برضه مراعاه. ما تصحش، يقول يا رب اكبر النقص، مش معجب بعمله. فهمت؟ والذين يؤتون ما آتوا، يعني من الطاعات على الوجه الأكمل، وقلوبهم واجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يحاسبهم وينقض أعمالهم ويفاجئهم بما كانوا لا يحتسبون. فهمت بقى؟ فهو أن يعد الاجتهاد مراءة، يعني الاجتهاد في الإخلاص يعتبر برضه ما زال يرائي، ولو لم يرائي الناس يرائي نفسه. واليقين تشبعا، وكلما ارتقى في مقامات اليقين وكشف الله له من المعارف ما كشف، اذا تكلم بها او احيانا الطفيل على لسانه يعتبر ان هو كلام الثوب يزور، ان هو بيتشبع بما ليس فيه. تشبعا يعني ايه؟ يعني تزينا بما ليس فيه. هذه معنى تشبعا، يعتبر ان مقامات اليقين التي رقاه الله فيها وكشف له فيها عن المعاني العالية بسبب ثمرة العبادة والمراقبة والرعاية، ان هذه الثمرات اذا تكلم فيها يعتبرها انها تشبعا بما ليس فيه، يعني تظاهرا بما ليس فيه. في نسخة تانية، والنفس تشبعا، كان اليقين النفس، والنفس هو نفس التجلي، أثر التجلي إذا ظهر في القلب أو في الكون يسمى نفس. واضح؟ أثر التجلي على قلب المتجلى عليه يسمى إيه؟ نفس رحماني. واضح؟
فيشعر أن نفس التجليات التي أشرقت على قلبه أنها تشبعا، أنها ليست حقيقة، ده بيتهيأ، أنا خايف يكون بيتهيأ، فهمت إزاي؟ أدي معنى خايف، لأحسن أكون بيتهيأ لي، أنا مش كده، أنا أقل من هذا، فهمت؟ كلما رقى الله يقول لا لا مش أنا كده، أنا بيتهيأ لي، فهمت إزاي؟ حتى لو شاف رؤية يقول دي أضغاث أحلام، واحد شافه في رؤية مثلا يقول أنا شفتك امبارح ما شاء الله بتصلي خلف النبي ما شاء الله، يقول له لا ده واحد شبهي، والله واحد شبهي، أنا مش كده، فهمت إزاي؟ مش يقول أه الحمد لله ما شاء الله أبوس ويتكبر، لا، فهمت إزاي؟ حاجة تانية، مش زي بعض الناس يقول لك أنا ما بشوفش رؤى بقالي مدة، وأنت عايز تشوف الرؤى ليه؟ وانت بتعبد ربك عشان تبقى تشوف رؤى. اللي بيرتقي واللي يعبد الله بالغيب مش اللي يعبد الله بالرؤى. اذا وجدت الترقي فاعبد الله بالغيب، انما لو كشف لك كل حاجه طب ايه مزيتك يعني؟ مالكش مزيه، ما انت بتعبد من اجل الكشف. ان نشا ننزل عليهم ايه فظلت اعناقهم لها خاضعون، مش كده برضه؟ لكن ربنا لم يشأ أن ينزل آية عشان يختبر مين اللي يجتهد ويعبد بالغيب ومين اللي هو منتظر الكشف عشان يعبد، فهمت بقى؟ ما هو فرعون طول ما كان مغيب ما رضاش يؤمن بإله سيدنا موسى ولا إله بني إسرائيل، أول ما ربنا كشف له العذاب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل، نفعوا الكلام ده؟ ما نفعوش عند الكشف. العبرة والترقي بالإيمان بالغيب والعمل عند الغيب لا عند ظهور التجلي، علشان كده كلما ظهر له تجلي وأشرقت على قلبه أنوار التجلي كلما اعتبر ذلك تشبعا بما ليس فيه، ويعتبر أن دي أوهام لا تسير مع الأوهام، فهمت إزاي؟ هذه معنى أهل الأحوال الذين يطلبون الترقي والانتقال من حال إلى حال، أما إذا قنعت إلى حال فقد ترديت إلى أدنى حال. واضح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، مش كده برضه؟ أي الحديث كده؟ المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، يقول للناس يا سلام لو الناس تعرف أن قلبي فيه إيه؟ من الإيمان، يا سلام، ده لو الدنيا فيها اتنين زي اتعمرت، قول له تلاقيه، قول له تلاقيه يا الله، واخد في نفسه مقلب، فاهم؟ ده متشبع بما ليس فيه، ده لابس ثوبي زور، أولاً ليه بقى لابس ثوبي زور؟ ثوب أولاً يقول كلام كذب، ثانياً بينسب لنفسه ما ليس ما لا يملكه، شفت الثوبين جايين منين؟ انه اظهر انه يملك ما لا يملكه، ثم بعد ذلك اعتبر ان هذا يستحقه وان له اهل كلابس ثوبي زور. لا انت باستمرار تشرب، مين اقل الناس؟ انا. مين اقل الناس؟ انا المتكلم، انا العالم، انا العامل، لأن العبودية كده، العبودية لا تقتضي المزية ولا تقتضي الشعور بالأفضلية، لا ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، واليقين تشبعا والحال دعوة، ولما ربنا يتم في حال كامل يعتبر إن ده ادعاء، لا لا أنا مش معقول أنا كده، ده مزاجي كده، ربنا يرقيه في احوال عاليه قوي، لا 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 ده الظاهر تهيؤات، دي هلوسه، دي هلوسه تهيؤات، فلا يركن الا لله ولا يركن للحال، فاهم؟ ويعتبر ان الحال دعوه يعني ادعاء تحتاج الى بينه، وربنا بيقول البينه اليمين على من انكر والبينه على المدعي، مش كده برضه؟ فانت بتدعي انك انت حالك كده،
طب ايه هي البينة؟ فين البينة؟ والعينة بينة، فين البينة؟ تبحث اذا كنت انت اصلا لا شيء، بتدعي انك انت تملك شيء وانت لا شيء. هل لا شيء يملك شيء؟ هل اللا شيء يملك شيء؟ فين عقلك؟ فين عقلك فوق؟ فين؟ يبقى أهل الأحوال لا يركنوا للأحوال ولا ينظروا للأحوال مهما عظمت التجليات، لأنه ليس عبد التجلي بل هو عبد المتجلي. فهمت بقى؟ أما رعاية الأوقات دول بقى الحالة الأعلى، أعلى حالة، ودي بتبقى وهمية مش كسبية. الحالة الأخيرة دي بقى بتبقى وهمية يهبها الله لمن يؤدي ايه الاحوال السبب، يقوم ربنا يرقيه للحاله الثالثه. فالحاله الثالثه لا سبيل للوصول اليها الا بان الله هو الذي يجذبك اليها وياخذك اليها. رعايه الاوقات يعني رعايه الادب، حاله تعاملك مع الله، حال تعاملك مع الله تراعي الادب في كل لحظه وفي كل نفس، فأن تقف مع كل خطوة، تقف مع كل خطوة يعني كل مرتبة، تراعي المراتب وأداب المراتب وأداب الأحوال. فالخطوة هنا معناها المراتب، كل مرتبة تقتضي إيه؟ تقتضي أدب، فتبقى تقف مع أداب المراتب ولا تقف مع المرتبة، كل مرتبة تقتضي الأدب. شوف نبيك صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، أظن بقى كشف له عن أسرار الملك والملكوت. لو أنت كنت قعدت تبص كده وتبص كده وتبص كده وعينيك دي كانت زاغت من كثرة أنوار الملكوت. لكن شوف النبي راعى الآداب، لما تعددت عليه أنوار الملكوت ما زاغ البصر وما طغى. يبقى راعى أدب المراتب. فهمت إزاي؟ ما التفتش لغير مولاه. فمراعاة أداب المراتب دي حالة عالية لا تكون إلا لأهل التوفيق، فنسأل الله أن يوفقك. تراعي كل مرتبة لها الأدب بتاعها. فأن تقف مع كل خطوة. شوف سيدنا محمد وهو بيصلي بيقول إيه؟ تفلت علي عفريت البارحة في صلاتي وفي يدي جزوة نار أراد أن يحرق وجهي فقبضت عليه وخنقته حتى شعرت ببرد ريقه على كفي وهممت أن أربطه في سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. فتذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فتركت. مراعاة المراتب وأدب المراتب. ربنا مكنه من ملك سليمان، لكن تذكر ان سيدنا سليمان كان يتمنى على الله ان ما حدش ياخد نفس المرتبه دي. فمراعاه لمرتبه سيدنا سليمان وهو قد اوتيها صلى الله عليه وسلم وفوقها، مراعاه الا يظهر هذه المرتبه في الاكوان وقد اوتيها، عمل ايه؟ قال فتركت. مراعاه المراتب مهمه مع كل نفس. فان تقف مع كل خطوه ثم أن تغيب عن خطوه، يعني عن مراتبه التي يرقيك إياها بالصفا من رسمه، بأن تصفو من نفسك. الرسم هنا النفس، يعني تراعي المراتب، واخد بالك إزاي؟ ثم تغيب عن مراعاتك للمرتبة، فلا ترى نفسك أنك مراعيا للمرتبة، بل ترى نفسك محمولا في الرعايه، لست فاعلا بل مفعولا فيك ومفعولا بك. فهمت بقى؟ مش يقول ايه يا نفسي ايه ده ما شاء الله، ده انت متادبه ادب، ايه الجمال؟ ايه الجمال ده، انت رعيتي كل المراتب يا نفسي. ويبتدي بقى ايه؟ ياخد مقلب في نفسه. ده يراعي الاداب في المراتب ويغيب عن مراعاته حتى لا يمدح نفسه. فهمت بقى؟ وعشان كده خد بالك كلامه مهم. فأن تقف مع كل خطوة، يعني كل مرتبة يرقيك فيها، فالخطوة هي التي تقدمك في المرتبة،
انت لما تخطي يعني معنى بتقرب للمراد، فالخطوه هنا هي المرتبه التي تقربك الى مراتب الكمال. اسرى بعبده، مش العبد اللي اسرى، ده اسرى بالله فلم يرى لنفسه خطر. فهمت بقى يا استاذ؟ فلا ترى لنفسك انك انت المتقدم، بل ترى انه هو الذي يقدمك، فلا ترى لنفسك حقا. ثم ان تذهب عن شهود صفوه، وبعد ده كله كمان تغيب عن شهود كرمه، فلا تنشغل بكرمه عنه. يعني هذه المراتب كلها اكرام لله لك، وكلما اكرمك والبسك مرتبه عليه لا تنشغل بالمراتب عنه سبحانه وتعالى. فهمت ازاي؟ فيعني معناها ان تكون به سبحانه وتعالى، فلا يشغلك شيء عنه، لانه في الحقيقه المراتب لا تدوم، الدائم هو الله، والاحوال لا تدوم. الناس يقولوا ايه؟ دوام الحال من المحال، كده برضه. فلا تركا لزائر، ولكن الركون يكون للدائم الباقي. فهمت بقى؟ معنى كده ان الرعايه بهذه الدرجات تجعلك مراقبا لله اشد المراقبه، فتنتقل من الرعايه الى المراقبه. فهمت؟ وعشان كده خلصنا من الباب ده، وصلنا للباب اللي بعده على طول، وهو باب المراقبه، لانه سبحانه هو الرقيب. قبل ان نقرا باب المراقبه هنقرا صلاه الرقيب في الصلوات اليسريه. انا كنت واقف عليها، لم ارد ان اقراها في اثناء الدعاء. نقراها دلوقتي عشان نفهم من صلاه الرقيب مراتب المراقبه. لان الصلوات اليسريه وصلوات اسماء الله الحسنى فيها كل المراتب اللي موجوده في المنازل السائرين وازيد. يعني كل المراتب الموجودة في منازل السائرين موجودة في صلوات أسماء الله الحسنى، وأنت تقرأها لو تعمقت فيها وجدتها وعشتها. وهنقرأ صلاة الرقيب عشان نشوفها كيف تكون هي مؤهلة لفهم باب المراقبة. اللهم يا رقيب، صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرقيب وعلى آله، الذي كان من كمال مراقبته لربه تنام عينه ولا ينام قلبه، فصار محلا لتجليات مولاه المنعكسة منه على سائر الأكوان رحمة للعالمين، مراقبا للأكوان رقابة رحمة وهداية وشفاعة وحجة وبرهان، صلاة نتعلق بالرقيب حياء من رقابته فلا نعصيه، ورقابة لقلوبنا فلا تغفر، ولأرواحنا فلا تفتر، ولأسرارنا فلا تغيب عن رؤية مولاها، فنقوم بحق الرعاية لظاهرنا وباطننا. شوف الرعاية هي في وسط المراقبة، في البال، كل المقامات مذكورة. فنقوم بحق الرعاية لظاهرنا وباطننا، ظاهرنا اللي هو المرتبة الأولى، وباطننا المرتبة الثانية. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن أرقب سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته قياما بحقهم وفناء في حبهم، وأن نرقب الله في خلقه فلا نظلمهم ولا نخذلهم ولا نحقرهم، بل ننصحهم ونرعاهم لوجهك يا الله يا من هو على كل شيء رقيب. فهمت بقى المراقبة كيف تكون؟ تجليات اسم الرقيب. إذا تجلى الله عليك باسم الرقيب صرت مراقبا. كما أننا قلنا أن تجليات اسم الوالي صرت من الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله تلك ساعة فقط تقيم الصلاة. باب المراقبة. قال الله تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب يعني راقب، إنهم مرتقبون يعني هم أيضا منتظرون وعد الله فيه.
وهذه في سورة الدخان. ولو كنت أنا أكتب باب المراقبة كنت أبتدي بآيتين تانيين غير دي. وارتقبوا إني معكم رقيب، آية. وارتقبوا إني معكم رقيب في سورة هود، سورة النساء. وكان الله على كل شيء رقيبا. إذا كان الله على كل شيء رقيب وأنت شيء، يبقى الله عليك رقيب، فراقب من يراقبك إن كنت شيء، فأنت شيء به. خد بالك إن الرجاء يحركك إلى الطاعة، والخوف يمنعك من المعصية، والمراقبة تجعلك تدوم على ذلك. فافهم كل ده، مقام مهم. الرجاء يجعلك تحرص على الطاعة، يحركك إلى الطاعة، والخوف يسكنك عن المعصية. يبقى الخوف سكون والرجاء حركة، لأن لو الرجاء ما فيهوش حركة يبقى تمني. فهمت بقى؟ يبقى الرجاء حركة تبعثك إلى الطاعة، والخوف سكون يمنعك من التحرك للمعصية. واضح؟ طب وما المراقبة إيه؟ المداومة على ذلك. المداومة على ذلك. فإن داومت على ذلك صرت مراقبا لله. واضح؟ وقلنا أن المراقبة ثمرة الرعاية. ثمرة الرعاية تؤديك إلى المراقبة. المراقبة دوام، شوف المراقبة جاية إيه؟ دوام ملاحظة المقصود، يعني دوام الرعاية. فهمت إزاي؟ يبقى المراقبة دوام الرعاية، والرعاية أن شكل الأعمال مع مراقبة حالك في الأحوال والأداء. فالحكاية كلها مرتبطة ببعضها. التقسيم فقط للشرح، بل أنت تعيش الكل في لحظة واحدة. التقسيم ده فقط للشرح، لكن داخلك أنت تعيش الكل في لحظة واحدة. مش تيجي مثلا إيه بتصلي، يا إحنا دلوقتي هنرقى، بعد شوية هنرقى، بعد شوية هنتخيل، مش كده. الحكاية مش بعد شوية، ده كله في لحظة واحدة. كله بيتم في لحظة واحدة، والتقسيم للشرح فقط. واضح؟ في آن واحد. كله في آن واحد. المعاني لا تحتاج زمن. الشرح اللي بيحتاج زمن. ودي معاني. والمعاني خارجة عن دائرة الزمن. فاهم؟ المعنى خارج عن دائرة الزمن. يتسع الزمن كله. المعنى يتسع الزمن. والمقصد من هذه الكلام ليس الألفاظ وشقشقتها، بل المعاني المبنية من ورائها. المراقبة دوام ملاحظة المقصود. ومين هو المقصود؟ هو الله. المقصود مين؟ هو الله. احنا بنسمي عبد المقصود، فالمقصود من أسمائه سبحانه وتعالى، هو مقصد الكل، وهو بمعنى الصمد، الصمد الذي يصمد إليه كل الخلائق، يعني يقصده كل الخلائق ويفتقر إليه كل الخلائق، وهو لا يفتقر لشيء. يبقى دوام ملاحظة المقصود، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مراقبة الحق في السير له على الدوام. طول ما أنت في الأعمال سائر مراقب الله، أنا بصلي لله، بزكي لله، بذكر لله، بعمل لله، بجمع رزقي من فضل الله، بتزوج لله، بربي أولادي لله، وعامل زوجتي لله، كل حاجة في الله مش لنفسي. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ايه مراقبة الحق في السير له على الدوام.
لازم يبقى المراقبة فيها الدوام، والدوام علامة الصدق. مراقبة الحق في السير له على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانة حاملة وسرور باعث. خد بالك، مراقبة الحق في السير له على الدوام في المراقبة، مش على الدوام في السير، الدوام هنا يعود على المراقبة. افهم كلام الشيخ، الدوام هنا مش تعود على السير، ده تعود على دوام المراقبة حال السير. فلا بد ان تداوم المراقبه حال سيرك الى الله، مش كده وبس، وتداوم تعظيم الله ذاهلا عما سواه. ادي معنى تعظيم مذهل، مداومه التعظيم لله الذي يذهلك عن رؤيه ما سواه. مذهل يعني ايه؟ يعني يجعلك ذاهلا، يعني غير منتبها له، يعني تعظيمك لمولاك يجعلك غير منتبه لسواه، فهمت؟ ومداوم على ذلك، ومداوم ايضا على مدانات، اي تقرب، تقرب الى الله يحملك على مداومه السير. كلما استشعرت بالقرب كلما دمت على القرب. ومدانات يعني تقرب، حاملة يعني تحملك حال ضعفك فتكون محمولا ولست حاملا. وسرور باعث يعني يكون عندك نشاط. السرور الباعث ده يعني النشاط، يبعثك الشيء ينشطك، ياخد بالك. والسرور هذا هي شعورك بالسعادة بقربك لمولاك، يقويك على المداومة على ذلك وعلى تحمل عناء التكاليف. من ذاق حلاوة الإيمان كره أن يعود إلى الكفر، يعني المعصية أو الغفلة، كما يكره أن يقذف في النار. هذه معنى وسرور باعث، يعني منشط ومحفز على أن تداوم المراقبة حال سيرك. مش تعبد يوم وتنام عشرة، مش تصدق في كلمة وتكذب في عشرة، لا، أنت تصدق على طول وتعبد على طول ولا تغفل لحظة. شوف نبيك من شدة رقابته تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه، لا يوجد له هفوة. كل الناس كانت قاعدة تبص للنبي، الصحابة عشان ايه؟ يتبعوه، والكفار عشان ينتقصوه، كله قاعد حاطط النبي تحت المجهر. حد شاف النبي نقص غفلة؟ للي عايزين ينتقدوه ما عرفوش يلاقوا فيه نقص، فاهم؟ والصحابة لما لقوا ما فيهوش نقص اتبعوه في كل صغيرة وكبيرة، حتى في العادات، حتى في الأكلة اللي بيحبها، يحبوا الأكلة اللي بيحبها، حتى في النوم اللي بينامها عايزين يناموا زيه، حتى في المكان اللي كان يمكن يعني يستريح فيه في السفر، كان سيدنا عبد الله بن عمر معلم الأماكن دي، ويمسافر يستريح فيها وينام فيها، والأماكن اللي توضى فيها النبي يروح يتوضى فيها من شدة محبتهم به، ولأنهم لم يروا فيه هنة أو نقص أو هفوة، لشدة مراقبته لمولاه الذي تولاه. فهمت بقى؟ يبقى تحقق بالرقيب، هو عبد الرقيب حقيقي صلى الله عليه وسلم. لما رآه بهذه الحالة جعله مراقبا للأكوان كلها صلى الله عليه وسلم. رقابة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورقابة ألوهية، هداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ورقابة شهادة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ورقابة نصح، إنما أنا لكم ناصح أمين، أنا منكم بمنزلة الوالد من ولدي. رقابة رعاية ونفقة، ووجدك عائلا فأغنى، إنما أنا قاسم والله يعطي.
كلما كمل في المراقبة كلما كمل في ايه؟ في هبة الله له وعطاء الله له. والدرجة الثانية مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة. يبقى الأول بيراقب في العمل والثاني بيراقب الحق أثناء العمل. واضح؟ نظر الحق إليك برفض المعارضة فلا تعارضه وتقول أنا كنت عايز كذا، أنت ليه بتعمل كده فيا؟ تستعجل ما أراد الله تأخيره وتستأخر ما أراد الله تعجيله. يعني ماشي على خلف خلاف دائم المعارضة، ليه يا رب كده بس؟ ده وقت تموت أبويا وأنا لسه ما كملتش تعليمي، ما كان بيصرف عليا، هعمل ايه دلوقتي؟ ده المعارضة يعارض الأقدار. فهمت ازاي؟ لا، المراقب بقى لا ما يعارضش. ليه؟ لأنه هو يعلم أن الله لا يقدر قدرا إلا وله فيه فرجا. فتلاقيه باستمرار ماشي مع الله على ما يريد. ما يعترضش على حاجة. فهمت؟ يبقى مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة وبالإعراض عن الاعتراض. فلا تعارض الأقدار، الأقدار، ولا تعترض على الإقامة. أقامك في وظيفة معينة يبقى مش عاجباك. إدالك زوجة معينة مش عاجباك. رزقك بأولاد معينين مش عاجبين. إدالك شقة في حي معين مش عاجبك الحي. ادالك عربية تركبها ما كانش يديني موديل أحسن من كده شوية، أحدث من كده شوية. ما فيش حاجة اداها لك وأنت راضي بيها أبدا، معترض على كل شيء، إمتى هتقول الحمد لله؟ فهمت؟ وعلشان كده لازم تمتنع عن المعارضة والاعتراض. المعارضة فيما يستقبل من أقدار، والاعتراض فيما أقامك فيه من أحوال. وتداوم على ذلك على كمال الرضا. حكيت لك انا قصه الايه؟ المراه اللي في الرساله القشيريه اللي هو واحد من الصالحين ربنا ايه؟ جاله كده في منام او هاتف قال له فلانه جارتك دي من اهل الجنه. وهو كان بيدعي ربنا يقول يا رب وريني حد من اهل الجنه عشان اعمل زيه. فراح يشوفها لقاها ما بتعملش حاجه يعني، ست عندها عيالها وبيتها وخلاص زي اي ست. فبيسألها بيقول لها أنا شفت لك رؤية عظيمة، أنت بتعملي إيه علشان الرؤية اللي أنا شفتها لك؟ قالت له والله ما بعملش حاجة، بشوف عيالي وبصلي فرضي وبسمع كلام زوجي وخلاص، ما فيش حاجة غير كده. حاجة غريبة. وهو ماشي بقى قالت له يا فلان منذ 40 عاما ما أقامني الله في أمر وتمنيت أن أكون في غيره. يبقى دي بقى خارج عن الاعتراض والمعارضة. لا هي بتحسب المعارضة ولا بتعمل حسب للمعارضة. فهمت ازاي؟ فكانت من أهل الجنة عشان إيه؟ ما أقامها الله منذ 40 عاما في أمر وتمنت أن تكون في غيره. فهمت بقى؟ يبقى كمال الرضا. ومراقبة قلبها على هذه الحالة. ونقد رعونة التعرض. رعونة التعرض لما لم يقسمه لك. يا رب اديني، يا رب اديني، يا رب اديني، وقلبك متعلق باشياء ربنا مش هيديها لك. وبتطلب برعونة. ولا تعتدوا في الدعاء، دلوقتي يا رب عايز كده، دلوقتي. لو كان حبيبك النبي دلوقتي. ايه دلوقتي؟ وانت بتحدد التوقيت مع ربك. هي دي اسمها الرعونة. الرعونة أن تستعجل الإجابة. تستعجل وتقعد بقى تحلف ربك بكل يمين وتقعد ليل نهار تزن. وهو ربنا سبحانه وتعالى له توقيت يريد أن يكرمك فيه، فلا تستعجل ما أراد الله تأخيره ولا تستأخر ما أراد الله تعجيله. واترك الرعونة. الرعونة التهور، سوء الأدب. رجل
أرعى يعني سيء الأدب متسرع. فالرعون التسرع مع سوء الأدب. فهمت إزاي؟ لا يكن تأخر أمد الله لك بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضامن لك الإجابة فيما يريد على ما يريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. مش الحكم العطائي بيقول لك كده؟ أدب أهو، الأدب. والدرجة الثالثة مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا ليعلم التوحيد، أو ليعلم التوحيد. الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: هل نعمل فيما يستأنف ولا نعمل فيما قد انتهى؟ قال: بل تعملون فيما قد فرغ منه. فقالوا: علام العمل إذن؟ أما هي فرغ منه، علام العمل؟ قال: أعمال كل ميسر لما خلق له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أمور يبديها ولا يبتديها، يعني أمور يظهرها فقط، لكن هي قديمة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الأزل، الأزل يعني إيه؟ يعني الأول بلا ابتداء، أولية بلا زمن، أدي الأزل. فهمت إزاي؟ الأزل يقابله السرمد، السرمدية هي الآخرية بلا انتهاء. فهمت إزاي؟ أول بلا ابتداء يعني أزلي، آخر بلا انتهاء يعني سرمدي. وسرمدي يعني إيه؟ يعني دائم باقي، دائم باقي، لا يطرأ عليه علم، بل ما ظهر إلا المعلوم القديم. فهمت؟ فبتعترض على إيه إذا كان الحاجات دي معلومة قديمة قبل أن تخلق؟ بتعترض على إيه؟ فعلشان كده بيراعي هنا بقى إيه؟ مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا. السبق اللي هو يبديها يظهرها، ومراقبة الأزل يبتديها لا يبتديها. فهمت إزاي؟ يبقى مراقبة الأزل حيث أنه لا يبتدئ، بل هي معلومة عنده، ولكن جاء وقت ظهورها. فلما تيجي انت وقت ظهورها تقوم تقول: لو كنت عملت كذا ما كانش حصل كذا. لا والله، لو عملت 100 كذا كان هيحصل برضه الكذا، لان دي اقدار لا ترفع. فهمت بقى؟ فيقوم الحكايه دي تخليك ايه باستمرار؟ لا عندك لوم ولا ندم، ولا عندك ايه؟ عدم صبر ولا جزع، وتجعلك قانع راضي بما اقامك الله فيه باستمرار. فما تلومش نفسك تقول: اه لو عملت كذا ما كانش حصل كذا. طول النهار قاعد يلوم في نفسه، لما ضغطه يرتفع ويجي له السكر، وبعدين يجي له جلطه ويشلل نصفي وينول على العين المركزه ويكبروا عليه اربعه. كل ده بسبب الاعتراض، مش مستحمل. فهمت ازاي؟ فلما يعترض يقوم ينطرد من الاكوان، يموت. يقوم يستريح بقى، في حين ان هو المفروض كان يستريح قبل ما يستريح. يستريح قبل ما يموت، يعرف ان دي امور يبديها ولا يبتديها. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بقدر الله يهدي قلبه فيرضيه ويربيه ويقنعه بما أقامه فيه. فهمت بقى؟ أدي الحكاية. يبقى مراقبة الأزل حيث أن العلم الله ليس فيه ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. أدي الأزل، زالت الأزمان، ما فيش ماضي وحاضر ومستقبل، بل في حقائق. واضح؟ أدي الأزل، حقائق. بمطالعة عين السبق استقبالا. ده يبقى عارف ان الامور اللي بيبديها قبل ما يبديها يستقبلها على انها قديمة. بس ده يدوب وقت بس انك شفتها، لكن هي كانت موجودة على فكرة. ده يدوب وقت انك لاحظتها بس.
لعلم التوحيد، لأنه يعلم من مقتضيات علم التوحيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء، وأن علمه علم قديم وليس علم حادث. أو لعالم التوحيد، أي علامات التوحيد، لظهور علامات التوحيد في قلبه يجعله يلاحظ الأزل فيما لم يزل، ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحيين الأبد، أحيين جمع حين، والحين والوقت، في كل وقت له فيك قدر يبديه وحال يظهره، كل وقت بكل حين. وهذه الأشياء لا يبتديها، ده بس بيبديها يظهرها، لكن هي كانت موجودة، موجودة في العلم. عشان كده مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، ومراقبة الإخلاص في ورقة المراقبة. عارف ورقة المراقبة ايه؟ انك انت تلاحظ انك انت بتراقب، يعني لقيت نفسك برضه، ان انت المفروض تبقى انت لا تلاحظ انك اصلا تراقب، لان المراقب هو الله، فانت لست الرقيب بل الرقيب هو الله. فتقع في ورقة في وسط الحكاية دي وانت بتراقب الاحداث وبترضى بيها، انك انت شعرت نفسك انك انت اللي بتراقب وانت المراقب، فدي الورقة. فتفاجأ بالورقة فتسلم لله، أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جاهلا في جهلي. يعني معناها خلاصة الجملة الأخيرة دي، وما توفيقي إلا بالله لا بنفسي، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني وما توفيقي في المراقبة إلا بالله لا بنفسي، عليه توكلت وإليه أنيب. وعشان كده مراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة، فتتخلص من ورطة أنك مراقب، فتنتهي إلى أنك تصير مراقب. الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. والله تعالى أعلى وأعلى. ونكمل إن شاء الله، إحنا هناخد الأجازة شهرين إن شاء الله، ونلتقي الأسبوع الثالث من شهر شوال، يعني هناخد أسبوعين من شهر شوال أجازة، يبقى بقيت شعبان ورمضان والأسبوعين الأولين من شهر شوال إن شاء الله، ونلتقي بعد ذلك إن شاء الله في الدروس كالمعتاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم حققنا بحقائق هذا الكفر، واسلم بنا مسالك أهل الشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقم الصلاة.